لقب كأس العالم 2022، لكن هو ديبالا لعبها عالية حلوة. يا سلام يا سلام، روما يتقدم بالأول في أقصى الجانب الأيسر، عرضية عالية 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 عالية، والمرة دي التعادل لأودينيزي، المرة دي التعادل لأودينيزي، هو توفان اللي بيخطف هدف التعادل في الأرض. كرة حلوة حلوة حلوة، ديبالا يا لعيب، أخيرا يا ديبالا. فاهم على الكرة ولا لا؟ لكن خدمته جات له لوكاكو، وسع لنفسه لوكاكو، مرر الكرة حلوة، إدواردو بوفي للشعراوي يا ولد، خلاص.